بعد نشر النتائج النهائية لشهادة البكالوريا لعام 2023، فإن الوقت قد حان لتوجيه الفائزين فيها. فلذلك أطلقت مؤسسة النخلة الخيرية في 12 من الشهر الجاري حملة توجيه لصالح الحاصلين الجدد على البكالوريا حول الفرص والتخصصات الواعدة التي تتماشى وسوق العمل. نشط هذه الحملة مجموعة من مستشاري التوجيه، حيث تحدثوا بإسهاب حول أهمية التخصصات التي سيتم اختيارها للتعليم العالي. مستشارو التوجيه والحاصلين الجدد لشهادة البكالوريا تبادلوا معلومات جد مفيدة خلال هذه الجلسة. يرى المحاضرون أن البكالوريا ليست غاية في حد ذاتها، إنما هي فقط تفتح الأبواب للوصول إلى التعليم العالي. ومع ذلك فإنه يجب على الطلاب الحاصلين على البكالوريا اختيار التخصص الذي سيسمح لهم بنهاية دراساتهم الجامعية للتنافس في سوق العمل. من ناحيته المكلف بالإعلام لهذه المؤسسة جبريل نوح الوالي ممثلا للأمين العام للمؤسسة أوضح بأن توجيهات المؤسسة تفتح عددا من القنوات لصالح الحاصلين الجدد على البكالوريا. هذا المؤتمر النقاشي ستتبعه العديد من المؤتمرات النقاشية المماثلة بالعديد من أحياء العاصمة، بخاصة بحي والية بالدائرة التاسعة وأنجاري بالدائرة الثامنة، وكذا بمركز الدراسات من أجل التدريب والتنمية سيفود. ولذلك فدعا الطلاب الذين حصلوا على البكالوريا هذا العام إلى حضور المؤتمرات النقاشية التي سينشطها الخبراء في التوجيه.